إنما طبعا عندما ندرس ظاهرة من الظواهر نضع بعض الأسباب، فنقول من أسبابها وجود نسبة معينة سببها الشعور بالضياع والتهميش ونحو ذلك من القضايا. ومن الملفت للنظر أنه في كثير من الأزمات في أوروبا، يعني عدد من السياسيين وأولهم الذين يمسكون بالحكم يقولون على أنه يجب أن نضع البرامج للقضايا على أسباب تغلغل التشدد والتطرف في هذه الأحياء وهذه الأجيال الناشئة من المسلمين في الغرب. بين قوسين هناك نسبة من الذين يميلون إلى التشدد من أبناء الغرب، يعني ليس من أبناء المسلمين الذين آباؤهم ذهبوا إلى هناك وأقاموا، وهؤلاء قد يكونون أكثر شدة وعنفا من أبناء المسلمين. هذا بين قوسين، يعني حتى يعني إن هناك أسباب متعددة لموضوع التشدد والتطرف وتهديد السلم الاجتماعي. فلا شك أنه يعني الجميع يعني يقرون في لحظة من اللحظات أن هناك ما يدعو إلى هذا التطرف وإلى هذا العنف، وعلينا أن نصنع كذا وكذا، ولكنهم بعد ذلك غالبا لا يصنعون شيئا من هذا ويميلون بطبيعتهم إلى الحل الأمني. وسبقت الإشارة هنا إلى أن يعني تطوير القوانين تذهب باتجاه الحل الأمني، والضغط على الحريات وكثير من حقوق الإنسان تحت عنوان السلم والأمان والاطمئنان في المجتمع هذا. فليست هناك حلول مع يعني الرؤية التي تعلن من الناحية الرسمية، أما إذا أتينا إلى ما بين المسلمين، المسلمون إمكاناتهم محدودة ويسعون في حدود الإمكانات أن يجدوا أعمالا لأبنائهم، أن يجدوا حلولا، ولكنها تبقى محدودة وليست يعني حاسمة في هذا الموضوع. ودور المسلمين الأساسي هو الناحية الفكرية والعاطفية والأخوية التي تساعد في رد الإنسان إلى استقامة الفهم واستقامة التصرف. أما الجميع هناك يدرك على أن هناك أسباب إضافية غير أسباب الظلم العام والمشاكل العامة التي يعني في ولكن أود أن أقول فكرة هي أن الخلل في أي مجتمع يؤدي إلى يعني مشكلة. هذه المشكلة كيف تتمحور، كيف يعبر عنها، لها ظروفها. فنحن في عالمنا الذي نعيشه هناك مشكلة في كثير من الأماكن بين الحاكم والمحكوم، هناك مشكلة بين الدول، الدول القوية والدول الضعيفة وآثارها التدميرية أيضا في الواقع، وهناك مشكلات تنشأ داخل المجتمعات، لأنه عدد من المجتمعات فيها حدود دينية وحدود إثنية داخل المجتمع، لأن المجتمعات تتكون أحيانا من كيانات متعددة. هذه في حالات عادية تعيش في توازن وتفاهم وتناغم، عندما يحصل شيء، وهذا في التاريخ الماضي والحاضر وفي المستقبل يحصل، لا بد لرجال الفكر والرأي والتربية وغيرها أن ينزلوا إلى الميدان وأن يضعوا أيديهم على أسباب العلة، وكل مجموعة من طرفها تساهم في العلاج. لأنه قد لا يكون التعليم فقط المشكلة، وقد لا يكون الاقتصاد هو المشكلة، وقد المشكلة الكاملة، ولكن يساهم من هنا وهناك، فوجود طبعا حلول تساعد في محاصرة يعني هذه القضايا إن شاء الله.